اهلا بكل متابعي اليوم السابع في كل مكان. احنا دلوقتي قدام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لحظات قليلة او بعد قليل ستصدر المحكمة الاقتصادية قرارها الفاصل في تحديد مصير المحلل الشرعي اللي ازعم او تدعم اخبار انه تزوج 33 سيدة بحجة انه هو عايز يرجعهم لازواجهم من جديد. خليني اقول لحضراتكم تفاصيل وكواليس القضية قبل الحكم عليها بقليل. بداية القصة ان المحلل الشرعي طلع في احد البرامج التلفزيونية وقال يا جماعة انا اتجوزت 33 سيدة بحجة ان انا عايز ارجعهم لازواجهم مرة تانية عشان يرجعوا لازواجهم، فبالتالي بيضطر ان هو يتزوجهم على حد قوله وعلى حد تصريحاته اللي قالها في احد البرامج التلفزيونية. بيتجوز واحدة ثم يطلقها، وجوز واحدة ثم يطلقها لحد ما وصل العدد ل 33 سيدة. طبعا بعد التصريحات دي يعني بأيام قليلة بعض البلاغات قدمت بلاغات إلى النيابة العامة تتهم فيها المحلل الشرعي بأنه بيهدد قيم الأسرية ويهدد وبيخدش الحياة العام. طبعا قوات الأمن ألقت القبض على المتهم بشكل سريع جدا وأحالته للنيابة العامة. أول ما المحلل الشرعي راح للنيابة العامة قال لهم يا جماعة أنا المعد بتاع البرنامج هو اللي قال لي أقول دوت وخد فلوس، فأنا قلت كده عشان أخد فلوس لكن أنا مش متجوز ولا حاجة. طبعا لما المعد كذب رواية المحلل الشرعي، ومن حظ المحلل الشرعي السيء انه المعد كان بياخد له سكرين شوت وتسجيلات صوتية للمكالمات، فطبعا تم يعني نسف رواية المحلل الشرعي اللي قالها ان هو كان بيقول كده عشان ياخد الفلوس. طبعا لما المحلل الشرعي اكتشف انه الكذبة الاولانية اتكشفت وان هي مش هتنفع، اخترع كذبة تانية وقال ايه يا جماعة انا مريض نفسي وانا عملت كده عشان بحب الشهرة وكنت عايز ابقى مشهور وعايز ابقى ليا متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا المحامي بتاع المحلل الشرعي طلب من النيابة العامة ان هو يتم عرض المتهم على المستشفى النفسي لبيان قواه العقلية. طبعا النيابة رفضت كل هذه الطلبات وقررت إحالة المتهم للمحكمة الاقتصادية. أول جلسة المحكمة الاقتصادية كانت الشهر الماضي، وطلب فيها محامي المحلل الشرعي، والمحلل الشرعي طبعا نفسه ان هو يروح للمستشفى النفسي لعرضه على المستشفى النفسي عشان بيقول ان هو مريض نفسي وان هو ارتكب هذه الافعال او قال هذه التصريحات لانه مريض نفسي وان هو محب للشهرة. طبعا امنية تمناها المحلل الشرعي ان هو يبقى مشهور، ان هو يبقى ترند، ان هو يبقى ليه متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. ده قد تحقق بالفعل وكان تصدر المحلل الشرعي وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه الشهرة انقلبت رأسا على عقب ضد المحلل الشرعي وقادته لخلف القضبان. أمنية فعلا تمناها وتحققت بالفعل لكنها ألقت به خلف القضبان، وينتظر مصيره إما بالحبس أو البراءة. هذا ما ستقرره المحكمة الاقتصادية بعد قليل. أكيد بالتأكيد هنتابع مع حضراتكم تفاصيل القضية وما سيصدر فيها من حكم بعد قليل من المحكمة الاقتصادية اللي احنا قدامها دلوقتي. اكيد هنتابع معاكم تفاصيل الحكم اول ما يصدر وكواليسه، فتابعونا. شكرا جدا لحضراتكم.